السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ كلشي مزيان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم في هذا الفيديو ان شاء الله وليت ممثل، تناولت مجموعه ديال المواضيع في هذا الفيديو. هذا درت لكم واحد القصه خطيره، ولكن هذا الموضوع هذا فيه واحد الميساج اللي هو هادف. الموضوع الاول هو ان عبد الواحد، هذا الشخص هذا اللي كيتكلم معكم دابا، ولا خايب، ولا كيتعامل ما مزيانش، ولا كيهضر مع كليان بشي هضره ماشي هي هذه، قاصح في المعامله ديالو، ما كيتنفر، هزني فوق السماء. المهم التاجر السلبي، التاجر اللي ما خاصوش يكون تاجر. الدور الثاني اللي غيجي من وراء هذا الدور هذا ديال عبد الواحد اللي ما مزياش، هو غيجي عبد الواحد يعني الضمير ديالو الثاني اللي غيأنبو ويقول ليه اشنو هاد الشيء كدير، علاش كتعامل مع الكليان بحال هكا، غيرجعو الحقيقه ديالو. هذا هو علاش قلت لكم وليت ممثل خطير. غتفرجوا في هذا الفيديو وما تضحكوش عليا. الى عجبكم خلوا لي التعليق ديالكم، وما تنساوش ديرونا لي لايك وتابونوا عندنا في القناه، وما تنساوش تبارطاجوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. والموضوع الاخر اللي زوين هو اللي خلاني ندير هذا الفيديو او هذا الموضوع اللي معمرني درت بحاله، هو انني كنبغي هذا المحتوى وكنحاول نجتهد، ودرت هذا الفيديو اللي هو بان ليا متواضع وزوين واحترافي وفيه جوج شخصيات، هو عبد الواحد المسطي المريض اللي كيعرفش يتعامل مع كليان، والعبد الواحد اللي زوين وفي شكل واللي كتعرفوه نتوما اصلا، هو هذاك اللي غيجي وغينبهو يعني الضمير ديالو. تفرجوا الفيديو حتى الاخر وخلوا لي في التعليق ديالكم كيفاش جاكم هذا الفيديو. ان شاء الله نمشيو نتفرجوا مجموعين في هذا الفيديو. شوف اش جي عادي تبرزطني، ما عمرك جبت السلعه، اي حاجه بغيتيها قولها لي انا غنجبدها لك، والا اختي الحاجه وديتيها وما جاتش عندك خليها عندك، ما سوقيش انا، ما كاينش الروتور، ما كاينش الرجوع، الثمن هو هذاك، ما عجبك سير الله يعاونك، اي حاجه بغيتيها تشاور معايا، ولا مشات لك السلعه تودرات ولا ما تودرتش، ما سوقيش انا، تقدا السلعه خلصني وسير الله يعاونك. هذا هو اللي كاين اسي عبد الله، انت ما كنتي بحال هكا، واش غديرتك تبدلتي ما بين الليل ونهار؟ وهي المعامله اللي كتعامل مع الناس، خاصني نخلعك ما كنعكا، راه عيب المعامله مع الناس، تكون بوجه زوين تضحك مع الناس، راه ماشي غتعطيهم الرزق، راه بلا ما كيجي يتقدم عندك خاصك اوبليجي تتعامل، وطلب منهم السماحه، قول لهم اخر مره تعامل بحال هكا، تعامل معهم بطريقه اللي هي زوينه. اخوان سمحوا لي الصراحه ما قصدتش، وانا مولف لقيت التحيه هي الاولى ونتعامل معكم مزيان، الضمير ديالي انبني ما خاصش تكون هذه المعامله، وان شاء الله غنشوفوا غير المليح والمعامله المزيانه والسلعه اللي مزيانه، ونتمنى الناس التجار ديالنا يفهموا هذا الميساج هذا ويتعاملوا مع الكليون مزيان. وهذا هو اللي كاين الاخوان، ودابا مزيان كان معكم عبد الواحد من قناه جاري برو. اخر الكلام واجمل الختام هو الصلاه على الحبيب عليه الصلاه والسلام. السلام عليكم وتحيه لعبد الواحد.